أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف العاشر في دروس جديدة من دروس التربية الإسلامية. أهداف هذا الأسبوع عزيزي الطالب تعرف على مفهوم الوقف، أيضا تبين معاني المفردات والتركيب الواردة في الدرس. الوقف عزيزي الطالب هو شكل من أشكال التكافل الاجتماعي، وهو باب من أبواب الخير الدائم وله أحكام تنظمه. التكافل الاجتماعي هو التزام أفراد المجتمع وتضامنهم لإعانة ذوي الحاجة ومساعدتهم. قد حرص الإسلام على تكافل بين أفراد المجتمع وشرع لتحقيق ذلك كثيرا من أبواب الخير، منها الزكاة، الصدقة، الهبة، والوقف والوصية. أيضا مفهوم الوقف هو أن يتبرع الإنسان في حياته بشيء من ماله يخصص لوجه من وجوه الخير بصورة دائمة. حكم الوقف عزيزي الطالب، ندب الإسلام إلى الوقف وعده من الصدقات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وقد ثبت مشروعيته في السنة المطهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقد ذهب العلماء إلى أن المقصود بالصدقة الجارية هنا الوقف. أيضا أهمية الوقف عزيزي الطالب، يعود الوقف على الفرد والمجتمع بفوائد عدة، من ذلك المساهمة في بناء المجتمع والوطن، تحقيق التكافل الاجتماعي، نيل الأجر والثواب المستمر. المساهمة في بناء المجتمع والوطن، رفض مؤسسات بمصدر مالي يستخدم لبناء المساجد والمدارس والمستشفيات ومراكز البحوث وغير ذلك من أبواب الخير. تحقيق التكافل الاجتماعي، تربية النفوس على البذل والعطاء وحب الخير للآخرين، نيل الأجر والثواب المستمر. أنواع الوقف: الوقف الذري والوقف الخيري. الوقف الذري يكون على ذرية الشخص وأقاربه، أما الوقف الخيري يكون في وجه الخير المتعددة مثل الوقف على الأيتام وطلب طلبة العلم وغيرهم. أركان عقد الوقف: حتى يكون عقد الوقف صحيحا فلا بد أن يكون على أربعة أركان، هي الواقف، الموقوف عليه، الموقوف، والصيغة. الواقف هو الشخص الذي يخصص شيئا من ممتلكاته يستخدم ريعه أو يصرفه في وجوه الخير بصورة دائمة، ويشترط في الشخص الواقف البلوغ والعقل والاختيار. الموقوف عليه يقصد به الأشخاص أو الجهات التي يخصص المال للإنفاق عليها. الموقوف المال المخصص لوجوه الخير مثل وقف قطعة أرض لبناء مسجد أو مركز صحي أو مدرسة. الصيغة القول الصادر عن الشخص الواقف يعبر فيها صراحة بإرادة التبرع بالموقوف بصورة دائمة. من أحكام الوقف عزيزي الطالب، يخرج المال الموقوف من ملكية الواقف، لا يصح وقف ما يتلف بالانتفاع به، ينفق على ترميم المال الموقوف وإصلاحه، ينفق ريع المال الموقوف حسب شروط الوقف. الإيمان والعمل: ربطت العقيدة الإسلامية بين الإيمان والعمل، فالإيمان الصحيح دافع إلى القيام بالعمل الصالح ورادع عن فعل المعاصي. دعوة الإيمان إلى العمل: ربط القرآن الكريم في كثير من آياته الكريمة بين الإيمان والعمل الصالح، وذلك أن الإيمان أساس العمل الصالح، والإيمان من أهم حوافز نحو فعل الخير والعمل الإيجابي، وذلك من أجل تحقيق النفع للناس. فمن مجالات العمل الصالح القيام بالعبادات، حسن التعامل مع الناس، التحلي بالأخلاق الفاضلة، وتجنب المحرمات. تجنب المحرمات عزيزي الطالب، فالإيمان هو الذي يردع صاحبه عن ارتكاب المعاصي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حتى يسرق وهو مؤمن. أيضا عزيزي الطالب، ثمرات الربط بين الإيمان والعمل، نيل الدرجات العالية يوم القيامة، الحياة الطيبة، والنصر والأمان. كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تعلموا 10 آيات من القرآن لم يتجاوزوا حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلموا القرآن والعمل معا. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.